يا السبجايز الزول في اليوم الخفيف يا خوتي اللي عزاز الغالي نرياكسيو جديده خوتي دي دين كلاش اسميت تراك بوتينو في سيل ميوزيك يا خوتي من البارح وين نستنى فيه من البارح من اللايف تاع البارح فاش قال نوض تعمر جلمة قول له نوض نوض تعمر جلمة نوض نوض يا خويا العزيز صبر ما نطول لكم اخوتي رياكسيون على دي دين كلاش بعد 3-2-1 لما تساوش اخوتي اللي كيقاد لي المينياتور واللي قاد لي الكوفر تلقاو الانستغرام ديالو لتحت في اول كومونتير دخلوا عنده هذاك خويا العزيز خويا دخلوا عنده خوتي نصحكم كاع وبيان سور انستغرام ديالي دخلوا تما ضربوا الله وهادشي اللي كاين سو 3-2-1 بلا ما نجيكم كنعيي خلينا ندخلوا ديريكت نرياكت يا فهاد الليل السكت كنتمنى الرد يكون قاصح فاطعه عزي ابزاز الكلبة احبيش تربى رجع ابزاز الكلبة ما حبيتش تربى سير هذا ماشي بالو كانون هذا في البداية هذا ماشي بالو كانون المهم سير نكمل دي دي كالاش هاي ابزاز الكلبة ما حبيتش تربى يبدا زال الكلبه ما حبيتش تربع على الدخله المهم بدا كيقصها دابا داكشي غادي ليفلات ليفلات اوك نعرضوا لك تقبه وات ذا فوك ولا لي دي كلاش صافي جوج بالو كانون اوك نعرضوا لك تقبه اماش دي ام اش دي الو سي مين الهبره زياده شايف الهبره زياده كعارفين ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانك الورانا الدير لبسوه جبا حصايل القحاب علاش تحير زويز الكلبة ويلي ويلي هنا بدا كيجبد لي فاش كان كيبان معاه في الكليب شتي شتي قاصح الكلبة انا مزون قصدو ندير لاكانو حاربة واوا ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانك الورانا الدير لبسوه جبا الصاط انا فاش قال لي ياك بجناحك تطير زعما هكا ولكن هو راه ديجا قال لي تراب كينغ راك عطيتيني لي زابوني وانا عطيتك حمايه في الشارع هكا ديتين كي قيسه قاسه خويا فادي بالرجل والله الا قاسه اب علاش تحير زويس الكلبة انا مزون قصد وندير لا كانو حربه واوا لي بانت اللي ورانا عتير لبسوه جبا صايل القحاب علاش تحير زويس تمام هنا فاش تراب كينغ يعني كلاش دي دين كلاش يعني بحال قال لي ما فكش خصايل الرجال هذوك خصايل خصايل القحاب علاش تحير زويس الكلبة صحبة تنقوشة كانت بيناتك ملكي ما هاك تفاك الصا ويو اش قال لي رباني هنا شو كان هنا نقوشة كانت بين ناري يا الصاط لا الصاط هادشي مو بصح كان صحاب واش مشي لواحد قال لي صاحبت اربي ديك الصاحبه زعما اللي كانت بيناتهم صحبة تنقوشة كانت بيناتك ملكي ما هاك انا وقفت وانت قنبعت داخل فيك طراك يا وتش القحبة انت في الراب وليدينا باباك الرجل الصاط لجي جي تشوف دي دين كلاش كي عارف قولي لا سلا عندك لفوات عشبة مالك يا المزل بزوين زكراك تغزل عليك نتكسل بشواربك حار الفلفل شواربك حار الفلفل دوق الفلفل دوق الحار جو يقول عمرنا عمرنا باين مربي مع القحبي في الكوتين درت كلبي كي تنحي اللحية تولي نقش ناكو في قربي صارت لك القحبي صبر انت خايل دي تراب كينغ بلا لحية بنفتا تشوف وتتوحم عليا تتشتي السبلي بالملهوف فوق طارك قصية دوك راح يصرف فيك النيك نيك رجلة بلانية واو 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 جامي شفت شي دي دين كلاش مع الصب زعما بزاف في العامين الاخرين تا فهاد التراك راه معصب عليه ديال بصح كي هان شارفي يا نكر يا غفل السنية اللي حصل فيه انا دولي على زعما نكار الخير زعما نكرتي الخير اللي درت فيه ايوا الراماج يا نكر يا غفل السنية اللي حصل في حانوتو في حانوتو عليك راح نجهل ليك اللي استعقل بي نعيب وشاري موتو كي تكون قدام القحاب تاع
تنحل كل قحبة اللي مطاشيها. خشتي السب ترمتك وترمتك عندها ماليها. انتشتي الطيط فتا وتا الاسس تاعك عندها ماليها. خويا بزاف تطيح. واو يكتب جناحي لي كنت طير غلقنا اللعبة لي بانت الورا نعكير لبسه جبا انا مشار نقصد وندير راكان وحربة يكتب جناحي لي كنت طير غلقنا اللعبة شتي بقى كيعاود لي فادي في الرفران. علاش دارها في الرفران بالضبط هذيك باش يطيح طاح لي على داك البوان فيبل تاعو. تسمى راه هاد اللعيبة راه هي اللي فيبل اللي عنده خوشي. يعني راه جيت تشوف اخوتي كوما كان جديدين كلاس ما يكونش تراب كينغ راه بالروج ولا السطر هو اللي كان كيبينو في كليبات وشحال من بلان فهمتي تتعامل معاه وهادي وما عرفناش شنو كاين في الكوليس اخوتي. سمعتي قال لك ياك بجناحي لك جناحي لي كنت تطير غلقنا اللعبه لي بانت لورا نعتير لبسوه جبه صايل القحاب علاش تحرز ويس الكلبه انا مش صار نقصد وندير لاكان وحربه طب صدق عصير قالو شهد اسم تليلو يتخيلو شمو الكاسو يتميلو نقش مسكم تعلي بلا هادو ما يشربوش غير كي شمو الكاس كيبداو نقش مسكم تعلي بلاك ترام كينغ دير جمعتها بلاك شتي قالو شهد اسم تليلو يتخيلو شمو الكاسو يتميلو نقش مسكم تعلي بلاك ترام كينغ ديرو هاشتاك تقتلو عمرت الصاك هو بروي طاولي بلاك بالجبين غير بوسما هو ولي بلا زعما واش ماش كلاش حتى بلاك حتى هو قول لي تحت في الكومنت في الشبكه اللي رميتها تلقتها ونسيتها الضر غير مالي نبيتها انا يا زبي خاطيني انا بداو كيدويو شي حوايج ما عرفتش هنا بالضبط هاد النقطه اللي قول لي تلقتها. سمع سمع هنا يا خوتي شنو قال ونسيتها الضر غير مالي نبيتها انا يا زبي خاطيني انت العشره اللي تقيتها والهضره اللي تيريتها سامل انت العشره اللي تقيتها سمع عشرتك ما كاش انت اصلا راه قال في الاول قال لي عشرت تطيح صحبه اللي عميتها كنت شوكي تمشي لي ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبه لي فانت لورا القحاب علاش تحرس ويس الكلبه انا مش صار نقصد جد التراك راه برعايه التراك هذا برعايه يا خوتي عاوتاني نقول لكم برعايه اش سير سير نقول لكم برعايه راكم عارفين شنو غادي نطلع كنت كان الحربة ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانت الورا ناتير لبسوه جبا صايل القحا ما لقيت حتى شي تعليق اخويا والله بغيت نطلق لكم غير زعما ديري عايت اش سير شنو نقصد وندير ديري عايت اش اخوتي هاد التراك هذا اش داير ليه دين بالرجولة اخويا كنت كنصحاب لا اخويا زعزع والله تزع رفعت الجلسة كانوا حرب ووا اللي عرف هاد الانترو هذا يضرب على الجنة يضرب عليها كاش تربحني بسلاحي وانت طاير بجناحي شيخ وجن لواحي ارواحي يصرف فيك الماحي سنيتش ديكابوطابل في الشباب غودي ديكاز البالو كانو نلقاش دراغو دراغو خرج ما يحكيش معاه مي دي ديكاس لي خويا ودي ديكاس لا 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 قباحه القباحه شوشو كي نقول لك القباحه نقول لك ديدين كانون سيل ايماج دي فلابرود كيما قال البارح الخفافيش ايماج دي فلابرود غودي ديكاس لخويا ايماج دي بوتين طغى عليه الطغيان تاع بصح. المهم الناس اللي يديروا الريفيو شرحوا لنا بوتين واللعيبات. المهم بوتين راه هو الرئيس تاع روسيا وهادي راه عارفين الصد كيفاش يدير الرئيس تاع روسيا ما كيتفهمش بحالو بحال الرئيس تاع كنت نقول لكم جنوب افريقيا تاع كوريا الشماليه راسي طيح تهلاو خاوتي عجبتكم رياكسيون بارطاجيو ماكس بردلوها بيس